بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحن كده حجرني في سورة المائدة، ولبقيتي أهل كتابك الله سبحانه وتعالى وكذو الرمي أيام كده حجرني. الله سبحانه وتعالى وحوليه: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وكتبنا عليهم، وكتبنا وان واجبني وان قرني، عليهم أي على اليهود، على اليهودي يهودي دشي روحا قرني، فيها أي في التوراة، كتاب في التوراة تحديثا، وحان كواجبني وان دشي كفر ديرني، أن النفس بالنفس، أن النفس نفسي بالنفس تقتل بالنفس، نفكر نفسك لو أيدشو إن لو دليو، والعين إشينا يعني، وأن العين إشينا تفقأ بالعين، إشكال إشي قفك أول ذي إن أصنع إشي اللو الرداية إشي لطوري إشي ذيك لقفك طوري إلا لقر ذي والله في الجناية. والأنفع سنكينا إسنا يجدع بالأنف إن لقوين يو لجري بالأنف سنكي أو قوي درت أصنع سنك اللو قوينا. والأذن لكتينا بالأذن أي تقطع بالأذن، لكتو قوين سوف تيدا لو قوين أيو. والسن إلقينا إسقنا تنزع إن لسيب أيو، بالسن إلقي أو ثلاثة لو سيب أيو، يعني السبب في إسرائيل كان لوسيم يوميا. والجروح نبردي يوحي طاوع أهنا قصاص ذوات قصاص، قصاص من صاحب أهوليا هو لسو قصاص يومي. فمن تصدق قف صدق يستوع فيه به أي القصاص بالنفس وما دونها من الأطراف، قصاصي نفس أهي وقفك قفك الله قصاصي لها، أما إلقي إلقي الله جميل لها إشي إشي الله ردي لها، يعني قف إسكعفيه صدقي إستاء. فهو أي التصدق صدقي إستقاس وقفك عفية أو عفية كفارة ذنبتاف أي نقني له قفك عفيي وصدقة اللين أي كفارة نقنا ياويا. ومن لم يحكم قفك آنا حكم بما أنزل الله، الله حسود دجي دفك آنا وحك حكم ووحك للرسل حكم في إله تكتغان، فأولئك دفكاسي هم أيها الظالمون قوى ظالمين تأه ونفسه ذا ذلمي أهو يا مربي لي سبحانه وتعالى. أيضا وحيكسوا دفتي أهل الكتاب اليهود هي اللوجيدة وكتاب التوراة أها وحو ربي قوى جريو دشو ذا قري أي رب سبحانه وتعالى نوشيغيا وقصاصتي أهل
نفت لو قصاصه اطرافك يعني قفك مارتي حبناها كلنا ليسكو قصاصه ايو رب سبحانه وتعالى ايضا نوشي مركا علماء ايضا وحكا قاتان وحي رهدان يعني وحي ادري شدان اصوليين تأيفق هذا وحي ادري شميا وإليهين يعني شرعي أمريه أخرين وحي شرعي أواها أنجن شرعي لنويهين لا في ادري شدان إلا ايضا حضر كيسان وكتبنا عليهم في هبلي فوراد بعد حليل رب كواجبيين ريبن إسرائيل بانا نقود القرون الواجبيين مركز شيقة أيها الواجبيين وشرع أيهوذ لحيدوين شرع قاسين أنجن شرع بونويهي حدونا النسخ أو سنجرين ودين فينا أي نسخ ذي أي ننجرين سلاف أيانا حقا أي علماء أدلي شنيا ولذلك حسن البصري رحمه الله ابن كثير مركو ايضا يعني كهب ليه وحكسوا النقلية حين هذا الذي سكمدها يعني سيدنا لحاكم او ورين ايوه وحولي جري هي عليهم وعلى الناس عامة ايضا يهود هكسوا دكتور ودشوا ده اللغوق وراء لكن على الناس عامة حتى مسلمين كانوا دشوا ده عام بيكوفها هيو ويكابن عيسى مركز قصاصتان حلقة الثانية وكوش هذه يهودي اللي هو أجليه أنك أنا واجبه نقول صحيح واسلا سوية قفك قف دلين لو دلو قفك إل مارت قفك مارت كرده إلا كرده قفك جعن قوية إلا قوية قفك إل مارت سن جرى إنه جرى ما إلا ذلك مركز قصاصت أي آية ذلك هب ليسا ويا وكتبنا وحا واجب النيل وانفرض يالني عليهم على بني على اليهودي يهود الدشي روحا كفرض يالني فيها اي في التوراة كتاب التوراة تحدي سوحا كقرني وكواجب من الدشي هذا اما النص بالنص ولذلك عبد الله بن عباس مركو فسير يسير بن جرير الطبري هي ابن ابي حاتم اي كورنا عن ابن عباس رضي الله عنهما وحقوليه هي عبد الله بن عباس أن النفس وحولية تقتل النفس بالنفس نفس النفع يا لودليا هذا قصدي شوف ولودليا أذيان ولو قصاصي يا ويا سلاس عبد الله بن عباس تفسر والعين بالعين مركو فسيرة وحوليها وتفقع العين بالعين إيش أنا إيش الله فجيا ونور داويا هذا إيش أسكس وصار تقفك أردو هذا هو اللي قاردية سلاس وكلام على سمين بولي والأنف بالأنف عبد الله بن عباس لو قال كوفة سرى وحوليه ويقطع الأنف بالأنف يعني سنكي سنك كلا لوجو يا سوفيس هذا سنك قفك جويزو أما سنك أتلقى جويني ولي والأذن بالأذن تكتر دكت كلا الله ترى والسن بالسن يعني سلاس عبد الله بن عباس ليها وتنزع السن بالسن إلك كلا لوسي باويا والجروح قصاص والجروح قصاص تاسي وحي علماء الإيران وتعميم بعد تخصيصنا الإيران مركي قولي حان الله صلى شيء يعني ما رتق نف إلو دليو إلو رديو ما كيسا يعني سنسن لو جريو لك لو قوينيو إلك لو رديو بعدنا لين والجروح قصاص والجروح نبرر يداوي حين قصاص أي ذوات قصاص قصاص مثل صاحبه ورسو قصاص إياه ويقف في قف جرح أبيسته ومارتي أسنى ولجرحين إياه مركز لا تذكي ما داب خر الله صلى الله عليه فحضنا العميم إياه تعميم على قدر والعام يالي ما في قولي الله صلى الله عليه يعني ساتي إلى هذا وتعميم بعد تخصيصنا إلى هذا يعني مارتي تخصيص مركي قول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعامل مولي والجروح قصاص مركي والجروح قصاص وحويان يعني نفها ضيفها وش نفسك سوهر القاوعة هي اللوزينة
إلي كان نقدر وسوق دلهم كوا أنت أنك شيء كوا أنا شيء لقطة لقطة لوجويو فرصة فرصة لوجرو عرف عرف لوجويو وما إلى ذلك والجروح قصاص أو حاجيته وقصاص وهي ولذلك علماء وحيليهم وحوي ومرك أي صورة جلتعي يعني الشيء من نهاية له يعني مار شيء أقوية ومثلا يعني قصاص أي صورة جلتعي ما رأي القصاص صورة ذلك أحين أجرته؟ ما رأي القصاص صورة ذلك أحين أجره؟ مثلا لفظ كأجر شيء فكان لفظ جبيه لفظ أوجب شيء أستغن هذا اللي بيتبيه لما أرناه مثلا هلب كاذب وطاوع عليه مالك جاحي أستغن سلوك أن هل القصاص وحل جاحه ثامعها حي النهاية ميالا نيسو ما رأي كل ما تمن ميالا نيسويا سلا ترتيب وحي على النهاية لهين إيمال وكل معنى يا آل لحين علم ذو حيلين فلا قصاص فيه وح قصاص وقفك لا قصاص مجره بل فيه حكومة عدل حكومة أي الربا حكم أي الرضايا مركز أرش يديئي وح لقى قادابا إلى كبتيه أي لقى قادايا وحباب معرفة الغيبة ياوية والقيمين يا وقت مركز رئيسة تبديد وحوي وحي ديئها وديق لسنة يؤكل يتبع ليرهدا فاصل مركز الله سمعين حبيش الميشات يعني شيئا انتساس كسي كسي وروبين وحويان وصنة انتي قبك لقارس يؤكل رئيسا كسي نانين وحويان حكومة عدل ايال لقربة حكومة عدل وحلي لهذا وحكم عادلة ايال سمعين يا لكن ما رأيت واحد قصاصه لقى سمعيني مجلتني أورنا يومي سلا ترتيب ناشاً أيضاً الله أوليه وكتمنا عليهم فيها عن النفس بالنفس أيضاً وحامسنا يوحام قصوا هذا المي في سورة البقرة أيام أيض لم يتقصوا هذا المي أحكام تيدين هكذا أيام قصوا فافات المي سلا الله سبحانه وتعالى أوليه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك التخفيف من ربك هل كانت كسوة مرنين هذا هل كانت كسوة هذا المين ولذلك العلماء وحديد لي شنيا النص بالنفس مرك الإله منك هذوها وين دلو إن لا قصاص أيوه وين توا لا قصاص أيوه هذوها وين دلو يعني ما أعرف الدين إذا نص لما أرني دين هو نص سبع ما أعرف نص الدية الرجل ويدين إذا لكن قصاص هو أسكومي دوي من كل هذا هو أنزله أصلا ولا دين يا ويا وحنا في السنة حديث كي نسائي غير كي سبع ورنا الحديث كي كتاب في عمر بن حزم نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أو قري أو رير يمن أو قري يمن أو قري أيات السنة يو وحكم إلى كتاب حديث النبي كتاب حقوق وحكم إلى أن الرجل يقتل بالمرأة إن منك لديليه حوين هدو دلو إلا دليه أيها كتيلوية في حديث كتلاتوا المسلمون تتكافأ دماؤهم يعني بعد تسع إن اسكت لقمان المسلمين تليد قول إن اسكت لقمان أيمن مركب وحوية يعني ماركتي سلاس أي حجيستان وحديث كاس أي حجة منك إن ماركي حوين هدنزل اللو دليل سنة قلت أبو حنيفة رحمه الله آية عموم كيدو وحقق آذانيا أن النفس بالنفس وحقق آذانيا إن مسلمك هدو قف قال أو دنيا أو دليل اللو دليل قال دنيا هدو دلو إن لو دليل وحقق آذانيا أدون كهذا من حرأة دلالة يعني وحوية وحرجة من حرأة هذا أدون دلو إن لو دلو يبقى خاضنا يا وية إن لو دلو يعني معرفي عموم كآيادة أن النص بالنص أي أبو حنيفة وكخاضنا يا وية لكن جمهور العلماء إلا بلا أصبع وإفق الأسيهين حديثي مسلم يعني معرفي وحرجة بخاري مسلم بكسلا حديث علي بن أبي طالب وحو رسول كلية عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافرين ففك مسلم كا قال له مدي له وحديث صحيح بخاري ومسلم بكية له ابن كثير مركو أركا كور رمى يحوليه وأما العبد
ففيه عن السلف آثار متعددة، لكن سلف هذه الأمة أدونك يعني ما رجي إن مركو ننك حرطاه أدون أو دلح إلا دليان وحويه آثار وحق التولية سلف كالبس وقوريه محيّة هي آثار تاسي آثار وحق كمدة أنهم لم يكونوا يقيدون العبد من الحر ولا يقتلون الحر ولا يقتلون حرا بعبد، يعني إن إيسان أدونك هديئو فتحر دلنا إنانا لو قصاصين ننك حرطاها أدون دلنا إنانا مارتي يعني مارت إنا لو قصاصين أدونك إنا لو قصاصين لي جمهور تكتغان وحولي هي مارتي أثار فربضان إكرينيا، لكن حديث آنا مارتي حديث وحيلا إيمانا إنان صحيحا حين أنصحين. ولذلك إمام الشافعي رحمه الله إمام الشافعي قولك أبو حنيفة والله وضع الرماد وصوه شيئي أبو حنيفة إمام الشافعي الحكوة الماما خلافك قول أبو حنيفة إنه يهي شيء حقه وإجماع إنه يهي مولية سلاسوية، يعني وحا لبس يقول إمام الشافعي إنه يلي إجماع إنه كل شيء على خلاف قول أبو حنيفة. أبو حنيفة أرنك الحكوة بي خلاف كذا إنه مارك إجماعي هاي أيها مارك إمام الشافعي رحمه الله قال لبس يقول إياه وإياه. على كل حال مثلا وحرقص وحرقنا آيات عن صوت المامنة أيام خسر شيء ابن ويا، فمن تصدق به فهو كفارة، فمن تصدق قفك صدق يستو يعني هذا حلوج إذا فمن عفاوي قفك عفيوي إلا أباد إسك عفيسو وأبو صدق يستوي، فمن تصدق قفك عفيا به قصاصي أما النفسي هم نقص النفق وقويي والله قصاصي لها بو كدا يير لبا قصاصي والكعبي اما انو ريدي انو ريدي واحد لميدا او طرف في اطرافتي اي مارت حكمي كلا او لو قصاصا لها ايو عشيو فرها كقاضي كل كمن تصدق غفك صدقيستو به قصاصي قصاص غفك صدقيستا فهو اي تصدق بالوزيره يعني وحوي صدقيستي قاسما مارت الاشاره يوم فهو صدقها أو صدقيستي كفارة كفارة ويدا بذاف وي له قفك متصدقها أي كفارة تهيوية وهذا بذاف إلهي ما الذنوب تيسي أقول لها فيه ما دام قفك عن أو قصاص كل شيء قصاص تيسن أو عفيه حقه لي هذا كتنازلي مركا ربي سبحانه وتعالى ذنوب تيسي سلا قبها فيه ومركا يعني فهو كفارة له لا وحيو علينايان المتصدق قفي واحتضق يتبعو عليان وحكا لو جلئين لو عليو يعني كفارة النبض الضمير كافي قفي جانق أهاية بالدنب الجيسي إن لو جلئين مركا فمن تصدق قفك صدق يستو به قصاص كاس قفك صدق يستو وقفي إبك اللو جيسي أهوية فهو صدق يستي كفارة دنب داخوي له كي جانق أخاية ذنبك سمعيه ذنبك اللي من وحدي لي أيوب كفارة النقنية ومحاد محاي رجي إلى مركة كي وحدي لي بها ذنب داف وي حبار لي وحي لي مرهدي أو قفتي صاحب الحق أها أو بني آدم كأها أو بعثي وفراه كقاضي الله نعطي ذا سيئة تجمد ناشبا مركة ربنا وكنت صدقا يا وإنك عثم يا ويا هذا صاحب إيسا حقك هلي الله أنا حقي سوء عفنية معناها سنو يكفى سرامية مركة ثلاث أي إليه. ولذلك أي معرفة حديث إمام أحمد هي نسائي أولنا هي سلوك ابن جرير الطبري أولنا هي حديث عبادة بن صامد أحمد شاكر نسمة تيسوء صحيحنا وحولي هي عبادة بن صامد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسولك أورنا يبان نقلي ما من رجل يجرح من جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به، يعني وحوليا قف جركيسا باوع لقارسيي نجرو ومكاسي قفكي باوع أقيست اسكعفي وكسر بقيستا إلا هدو جرو
الله سبحانه وتعالى ذنوب تيسو قدافا وحقو قدافا دم بجيسا وحقو صدقيتك وحلا منه إلهي قدها يا سبحانه وتعالى مارك عفو دا إيو مارك إنس عفيو وقفك حتى قساسا لقى عفين كرو أي آية دا إي حديث كبائك كنت سلمي يا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم حفك آنان حكم بما أنزل الله الله وحي أوسود جيي أو كتابك إلهي آنان كدق من فأولئك ذكاس هم أيها الظالمون ذك ظالمين تأهوى أيها ويا مركا يعني ذك ظالمين تأه وأيها رب لي سبحانه وتعالى أيضا مركا يا أيدي كه الرئيسي مدى كدام دي سبا درسي النهوري أيام أقصوا هذا الني درسي النهوري أيام أقصوا الشيخ ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وحسوا مرني يعني طاووس يا عطاء يا مارتي يا عبد الله بن عباس مارتي لغا كينو كفرقا يا ظلمقا يا فستقبا هنا الأورنجرين كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق ولذلك أي وحو لي هاي ماركتي شيخ ناصر السعدي كتاب كيسو ورميا فأولئك هم الظالمون هذا مركو سرح يوحو لي فهو ظلم أكبر عند الاستحلال والجحد وعظيمة وكبيرة عند فعله غير مستحل له يعني وحو ورميا وظلم أكبر هوين أوقف الدين تكساري ظلميا أو دين تغبحي هدي أو حلاشره أما هو حكم كديده استفلاق جحد هدو ليمان وقب قالوا وياوي وذنب أو وين أو كبيرة أيو نقنيا هدي أو الحكم بغير ما أنزل الله أو ليمان أصدقوا أن حلاشنين هدوسا حلاشنين أما أسن دين وذنب كبيرة دين كان كذب حمايو حي الوصامرني لبضب إن مارتي ظلمك يا كفرك يا فسقك مرني إنه نقضه كي المخرج عن الملة مرني إنه معصية كبيرة أو نقضه برسك النهر أكبر صور منه ولذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وحوليه خفك ومن لم يحكم ما أنزل الله وحوليه وإن حكم به هوى ومعصية أولي سئي معصية توقع حكمه فهو ذنب تدركه المغفرة على أسم أهل السنة في الغفران للمذنبين عن تاس أورمي هذا قفك أولي سئي معصية أوقع حكمه وذنب أو مغفرة ذنبك أو هليري كره سنة أهل السنة أسر كود أو يعي تذكر المذنبين تو ذنبه إن الإله سبحانه وتعالى أعفين كرايو أو ذنبك كرايو مركزات أيو مارتي كو حيني أما مذهبك خوارجت وحولي قال القشيري شيخ أصدقه وطف الخوارج ومن نحى نحوه ذاتك أي جرعة واحتفصيل مكالق هذا بل كبير ذا ذنبك معصدة أي ذاتك كاري سياموية وحولي قال القشيري ومذهب الخوارج أن من التشى وحكم بحكم غير الله فهو كافر يعني وحي ليه خوارجك قفك لا نشح تاقاتب إلانا وحكمك إلهي حكم ما نحين وحكم عليه وكافر يعني وهو خارج عن الملة بيليه لكن مذهبك ومارك أي قضان خوارجك أي قضان محايا لذنوب كبيرة أي ذكر كبقى علي السيان ذنب كبيرة حد وليماده وقال إليه سيدا درس يدبو آخر مركو سجانا مخلط في النار ونقن إياد إليه نار تقوار إياد قبانه مرك مذهب كاسنا ومذهب باطل أهل وقفينا على آثارهم في عيسى بن مريم تصدقا لما بين يديه من التوراة وقفينا وان راعني على آثارهم أنبياء وأنكسوا هذا الميت يحكم بها النبيون الذين أسلموا والربانيون والأحبار هلكس أنكسوا أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار هلك أيده رقصوا هذا الميت أي رب وحوليه وقفينا وراع الميت على آثارهم راكوا لأنبياء جلاشوا ذبا وحا راع الميت وانكسوا ذبا
بعيسى ابن مريم عيسيه إنا مريم معها أيان درنا الراعيني مصدقا أصدقوا أمك رومين لما بين يديه وحي هرتي ساعها غي ومن التوراة كتاب التوراة كتاب التوراة الرميسية وآتيناه ونصيني نبي الله عيسى الإنجيل كتاب إنجيل هذا سيني فيه إنجيل تحليس أشتغه وكس بيعي هدى هنون وكس بيعي ونور وحمجة هنون يا إيمان حق لك هنون وكس بيعي ومصب ونور النور وكس بيعي افتين وحق تفكو افتيننا وكس بيعي ومصدقا أشتغه كتاب إنجيل هذا مت رمين أيه مرك مصدقا تانو حكى حالينا يعني وأتيناه الإنجيل دويا ومصدقا إنجيل أسقوا مت رمين أيه لما بين يديه وحي فرتي ساعة هذه ومن التوراة توراة الرمين نبي الله عيسى من توراة الرمين إنجيش الذي ينا توراة بالرمين تهيويا ما خلاف سنويا وهدى هنون أسقوا أيام الصين كتاب إنجيل نبي الله عيسى وموعدة أسقوا وانا أخو يعني محرمات لوغجوك سيدو هيا مسلمي للمتقين دات إلهي كبقنا وموعدة وياي وانا وياي ويا مركا أيضا ما دام كتاب التوراة أها الله أوصو أماني أو ربي إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء أمان في أنصاء أرقني فهذا الله هو أماني كتاب إنجيلها والنبي الله عيسى الوزر الجيل ورب المسحي أمان ما عرف الشيء بيهويا وكفينا وان راعني يعني وحال إلى هذا يعني وحال أرنا يتحق اللقظة بمعنى هذا حلوش إذا أرسلنا عقبهم بلوشنا قفينا على آثاره أرسلنا عقب بني أنبياء بني إسرائيل رب بني إسرائيل بل عربتوا ذراع إنهم كذب الجيني يعني واحد أرنسا قفيته بفلان مركة فرام سبل أيام قلات كيس الراعي يعني تاسوك إذا أتبعته بغينا مركة الراعي سوف وكتب الدري يعني هذا الملكو تقوقو سيجيستو قلات كيس يدبر كيس وحق سوحي مارك اللي خنتي سوحي سوحي مركا عدك لكتب الدرسة وحلالها قفيته وانقذات راعيي بمعنى وحوى أتبعته وانكتب الجي وانكتب الدريويا مركا أنبياني ربني إسرائيل أو متتابعة هاي التبتاكني مركو نبي تنتبه نبي كرو إنان جري مركي ربي أوجو جيي يا وحى لبخة مير أنبياء بني إسرائيل نبي الله عيسى ما لبخة مير وقفينا وانقذات راعيني أو وانكتب الدرني على آثارهم على آثار النبيين الذين أسلموا أنبياء إسلامين ومن أنبياء بني إسرائيل كم داعي راد كوذبا وحن راعيني لعيسى بن مريم عيسى إن مريمها أيام راعيني أي جعلنا عيسى يقف آثارهم ويا عيسى محكيالني من راد كوذب راعو كذب السجول كذب الدرو أيام كتقني ويا مركا عن ومدحه كتاب النبي الله عيسى كتاب كيسى الأمان مصدقا أصدق عمد رمين عيسى نبي الله عيسى لما بين يديه وحي فرتي أهالي كهر لي ومن التوراة سدع بيدي كهر ليس ورمين بوم سنوح ورمين كتبتي كهر ليس سدع التوراة وكريته أي الرمين ومؤمن وي ورمين من خلاف سنويا مركب كثير وكلا مركب مصدقا لما بين يديه من التوراة أو كعبد يحوليه حال كونه مؤمنا به حاكما بما فيه توراة نوار رميسيه توراة دون وحكو حكومة يدري الله عيسى توراة نفتيرة أي وحكو حكومة يويا وآتيناه الإنجيل كتاب الإنجيل هذا رسيمه فيه إنجيل تحديث وكس بيه هدى هنور وكس بيه يعني هداية إلى الحق والإيمان حق في إيمانك هداية يهلون أوكس بي ونور النور أوكس بي هي نور يستضاء به نور معرفة
يعني لا إفسره ومحال لك إفسانيا وحال لك إفسانيا في إزالة ظلمات الجهل والشرك والشكوك والشبهات والشهوات انت بوال لك معرفي والله إفسينك نوروي شبه لي بكومو جنايا شبهاتي شهوة لي بكومو جنايا حمانتي لي شكوكتي وحيها بكومو جنايا شركي بكومو جني جهل قفو الحملي سكوي شاقي وحضن بكو عضيني مكوى النور انجيل أسقو النور وصو سنو هنون بقو وصو هيا يعني أسقو النور كوطبا نبي الله هي هنون كوطا نبي الله عيسى نوسو بجيول ومصدقا أسقو أكتاب إنجيل يعني حال كون الإنجيل مصدقا مثل ميسان أي تعي إنجيل كتاب إنجيل أو الرميسية لما بين يديه وش فركي أهذي ومن التوراة توراة أي الرميسية هوية يعني كتاب التوراة إنجيلها ومتبع وفقسية أي للتوراة متبع للتوراة كتاب التوراة هو فقسية غير مخالف لما فيه توراة وحقسها ما خلاف سنة ما هو خلاف سنة إلا شيء إلهي سبحانه وتعالى تخفيفيه على لسان عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام نبي الله عيسى عرف في سؤاله وكفر ذيهم وين يعني نبي الله عيسى كتاب تورادها يعني وحو لي من أحكام فربضانه كم إلهي أيوم نسخي أو إلهي أو أمارك كبدلي سدى عن قصوى مرنيبا في سورة آل عمران عن قصوى مرنيبا مركو ربك هو الرمي ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم فاصلوا ولأحل لكم ورميسنا التوراة هل الله وحدين من ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وحي الذين كحرم قيب كمدة أي الذين حلاليني أنا الذين حلاليني يمن الذين إمدبوين مركا وحي إله سبحانه وتعالى أو النبي الله عيسى أسود إلى إنجيل أو كحلاليي مويه يعني الثورات أو الله قحر المي الله حلالي ما أنا أنت كروا قوة خصمت عيوية ولذلك العلماء وحي الأهل أو ولي بقولك مشهور من كلام العلماء كملا أن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة يعني وحي الأهل كتاب إنجيلها توراة أحكام تالي قار كملا أي نسخي في القرآن كالديني كالعظم وهو النسخي كوي كور يودم وهو النسخي ويا وهدى هنون إساقو عمارة تحديث كو سغن يعي أيا نبي الله عيسى كتاب إنجيل سيني هنون باكو سغن ويهتدى به مصدقا تاسقو عصينا ومصدقا أساقو مدر ميسان لما بين يديه من الثورات وهدى أساقو هنون إيا وموعدة وانو للمتقين دك المتقين تنوانو وآه مرك هذا يعني هنونك يوانا ذيبا لبضى بوحى لغوخة سيسي ذاك المتقين تلو قولية هيلو أيو هنون إيهي هيلو حقاطة وحملك جهره صوتو حويان هيلو أهدفكو انتفاعه موعدة ذيكو انتفاعا زجرق إيوحى مارة لقرب ذيكهرا ذاك المتقين تهيكو هنونه وأيهو دون غيرهم فكثرت تجد بايق الله سيسي تتكاسوا يذككوا انتفاع على أرم يوم وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه وليحكم حكمين أهل الإنجيل إنجيل ذكري والغسر دجي حكمين بما أنزل الله الله وحي أنسر دجي فيه في الإنجيل إنجيل ذكري ذكري وغسر دجي وحق حكمين أو دين في إلهي وإنجيل الرب أسودجي حكم كيرها كل أقمين ويا ومن لم يحكم ذاتك أنا الحكم بما أنزل الله اللوح أسودجي أنا وحكم فأولئك ذاتك هم أيها الفاسقون ذاتك طاعة إلهي كالضحي وأيها ويا وليحكم أهل الإنجيل ولذلك يعني القراءة وليحكم لإلهذا وقراءة الجمهور لإلهذا جمهور تقرأ ذلك وي وليحكم يعني إن الجسميون ميمك ولا غيبه لام كان لقدي ولام الأمر وليحكم لإلهده حكمين معناها مركو وحوية قراءة الجمهور مركب قادنه وكلام مستأنف هذا الغلابان يويا وهو حوية
يعني كتاب إنجيل هاي ربي أوصيت جيي حكم كذا حد يسوي كوصيت جيي حقوقك من يعني ما أعرف ده في إنجيل لوصيت جيي وياه فحجره قراءة حمزة أو قراءة السبعية قراءة السبعية ككمل أ وحو أخريات وليحكم أبو أخريا وليحكم بما وليحكم أهل الإنجيل وآخر ما يعني حمزة سلاسو أخريا مين كيحكم أي فعل كوكوردجا يحكم مين كالكوردجا مركا لام مركا سحور نقول يا بمعنى لام كي لام تلد لام تعليل أم لام كي أي نقول يساوي أو مركاتي مركي قراءة الأخرية لام توحي كشر ميسا كتعلق إيسا آية ظهرية نصر شيبني أعه وآتيناه الإنجيل ظهر فيه هدى ونور هل كانت لغو ماركي يعني لغو تعلقيني لغو حرياوي وما كان معني وحو نقري وآتيناه الإنجيل بارسيني عيسى إنجيل بارسين فيه هدى ونور وكسولية سلا دركين يعني مركاتا وحذيره وليحكم وحنصين الإنجيل وليحكم إلى الحكمان أهل الإنجيل إنجيل ذكري بما أنزل الله الله وحسوات الجيل فيه إنجيل ذكري وحسوات الجيل إلى يحكم حكمان بانصين ثلاثة وحسوات الجيل ويا فكو آتينا قداس هي المتعة الجينية ويا وليحكم بين مركة آخر ما يلامت مركة واللام الحلة لا أحالي لهذا لا مكيه بين قناة ساوية لقد قرأ ولا بقرأ سبعية ذوية مركة الله حوليها يعني ذكى إنجيل لوسو دجي وأهل كريها هرميا وح الله وحي إله إنجيل تحديد وكسو دجي أيانا ذكى أبوك الحكمين وح مركة إلهي أو أمر يا الله أو فري قول ليها حكمين ذات مارك إنجيل ذكي لقصوة دجي بما أنزل الله فيه وحق سو إنجيل تحليل لقصوة دجي وحق حكمين لليه أيضا ما هنا عظيم لكن الله آية ذكر الله بشابي علماء مركو حليهين آيات ذكر وحق كمير وحق لأمر إنه كحكمان وحوية بشارة الله أكو بشاريين نبي الله محمد إنه إله صادر الدور إنجيل له بشاري إن نبي الله محمد أي الرميان مركو صابحه إن يذكر رأي إنجيل لقصوا الدجيء إنجيل ذكر قصوا دفتين نبي الله محمد رميا إن نبي الله محمد أتباع لتكمل نقلان الرعان أو المركة أي كتم فيا وشيء لا شيء لقصوا الدجيء ولذلك أي الله في سورة الصف وحكولية وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد نبي الله عيسى بعدك كؤر من يويا فحوى في سورة الأعراف الله وحكوليه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل مركو حوية نبي داس يأمرهم بالمعروف وينام على المنكر هذا اللوجي ذا بيلي إن الرعان أي تابعين النقضاء باللوجي ذا بل الله هو أمري يعني في سورة المائدة كؤر كدونا قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم الله هي سبحانه وتعالى وما أنزل إليكم من ربكم وقرآن كون يعني قيمة واحد مارتين يعني شيء أكسر في الدين لما أعرفه خلاف التوراة والإنجيل كل قنطان ثم مارتين وحي النبي الله محمد قرآن كل إله أكسر دجيين كل قنطان فاسر لوجينا مركا آيذاها أي إله سبحانه وتعالى وكو عزيي شيء قال لي وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه إنجيل وحب تحلية رب كسوة تجيي وبشارة النبي الله محمد إيمان كالرومين تيسا راعتان كالراعو فاسر رمبا لوجي لوي ومن لم يحكم قفك آنان حد آنان ضك آنان وحكو حكم بما أنزل الله اللوحة أسوة تجيي فأولئك ضكاتي هم أيها الفاسقون ذلك فاسقين تأهو الخارجون عن طاعة الله يعني طاعة الله ذلك كبح وأيدون المائلون إلى الباطل التاركون للحق ذلك باطل كأول لاحظة حق كالتقان أيدوية مركة آية لها ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئكم الكافرون ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئكم الظالمون ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئكم هم الفاسقون
وحصوهر مرني كفرك إيا ظلمك إيا خسك كلها يطلق على المعصية بما دون الكفر إن لبشيك ولقبت المامو إن أي معصية تاي نكون كرتو كفر أنا حين قال لم يجلسني وعلى الكفر المخرج من الملة نفسي كفر إن لم يطلق كرو قفك دينك وكذبك كرو مركا هذو حلال يستو هو كتاب إلهي قوانين تبشرها هو وضعها ذات الدجيستين وإي حلال هدويرا وإي بنان تحي كتاب إلهي أسدونا قوانين تحي عن أما واسمينيهين أما حتى كتاب إلهي لهم تقنكره ووحد دينة وقفة تذبح أيوه لكن هدو اعتقاد سيئة إنه الشيقان أو قرى معصيئيه كتاب الله أوح والبكتة الرئيو وحكى لنا ايكوه سيئان اما عصب ايجيسي اما اوئي معصب ايجيسي اما وحلى من اوليه اي لا يغفر بذلك وانا معصيه ونقر ياوي سلا اقواش سلف كأنفرق صهور مريني هي اهل علم قبوحي انوصر شيئين وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه نبي الله محمد مرهدي لقصوا حضلي كتاب في التوراه انجيل لقصوا حضلي أي حضرنا الله سبحانه وتعالى وقرآن ككور رمي وأنزلنا وأنت جني إليك أبي النبي محمد الكتاب كتاب القرآن كأها أيام كوس الجني بالحق حال كونه منفرسا بالحق أصبح حق وطور رمه باطل وحل إلى هذا أوسن مرمديهن أيام كوس الجني كتابك مصدقا أصبع من رمين يوم لما بين يديه وحي كهرين يوم وحي فرتي ساعة ومن الكتاب أي من الكتب كتبتي كملة كتبتي كهرين سيدة توراة إنجيل زبور أو رميتين يوم ومهيمنا عليه ومهيمنا أصبع من إلى لما يأه عليه على الكتاب كتبتي كهرين أو إلى لنا يرقيب كل هاي يعني باب قصو بجنب رب لي سبحانه وتعالى فحكم حكم نبي محمد بينهم ذلك تحضر روحا كحكم ساعة بما أنزل الله الله قصو بجنب وقرآن كيئة ذلك قكرا صار ولا تتبع الراعي أهواءهم أول وذنها الراعي عما كيها كالراعي جاءك أن يكوني من الحق حقيقة حق أبيك كوين حول ذلك حول ذلك الراعي وهكذا من حق ذلك حول ذلك لكل جعلنا منكم شرعة ومن هذا لكل يتكست كله ومنكم إذنك إذن كمدعة يعني أيها الأمم أمبيه يوم جعلنا وحن يرني شرعة يعني وحن يرني وضع أياه يرني وشريعة يعني وضع ويال ومن هاجا صنع يويالني طريقه الرعان ويالني ويال ولو شاء الله الله ذو ذون لها لجعلكم وحوذ كيين لها ثمانتين أمره يوم أمة واحدة أمة أمضب إذن كيين لها واحدة مدة هل أمضب إذن كبه لها هل كتاب إليس ودجين لها سرع ذين مدب كيين لها لكن لا كميين ولكن سه الله مدوني سلاس محوظوني الله ليبلوكم إنو إذن امتحانه أو إذن اختباره فيما آتاكم وحقه إذن سييه أو إذن كسر دجيه كتب فيها إنو إذن كنت امتحانه بربي دوني شرائع دو إذن سييه ما حتى مركة حكي يعني ما ركتي فروع دي هي شرائع دي آتوك لتكسنتي توحيد كان آت متسك لأحيذين فاستبقوا الخيرات ما دام امتحان لدرجة إذن كبو قيدية شرائعني فاستبقوا ترتمى أو أكل هرمرة الخيرات خيرات أكل هرمرة كنت أستمى خيرك قلوا قلوا لك لتاك ظهر مطويح الخيرة أو مارك ونفسا هل قلت أستموه خير أدددد محاير إلى الله إلهي بو أهذي مرجعكم أي رجوعكم نقد كنا إلهي بو أهالي جميعا لكم أكثر ما يشاء لقونا يسألوا الله الله بالأيدين عليني مركوا الأيدين علينا فينبئكم
وإذين ورمي يعني وإذ جزهم إنسينه وإذين ورمي بما شيء وإذين ورمي كنتم آت أحيزين تختلفون كويس خلافه فيه شيء تحديث كويس خلاف آت أحيزين أي إذين ورمي يا الله سبحانه وتعالى وشيء أدسو خلافتين أي برقيا مع جواب تيدي أو إنسين يا فلوجي دولي أيضا سلا صوشيك من مدام كتابي فورادة لقاحظ لي إنجيل لقاحظ لي أيها مركة الله سبحانه وتعالى قرآن كبو كور رمي قرآن كأيو كور رمي وحو ربي نوشيكي نبي الله محمد كتاب كاس قرآن كإنو كسوة دجيي أصغو إنو وحقو كحظ لي أي رنطعي أو حق أوته إنو ربي كسوة دجيي سبحانه وتعالى سلا ترتيبنا كتاب كاس أو رميتيه كتبه كهرهي بل أو حافظ يهو إلى لنهي كتبه كهرهي سيضمه إلى لنهي أو نور يهوي مركا تليه نل أمري كتاب كأنه دفك كوكا لسار ومريه وقت قاعدتك الله صادري وقت قاعدتك الله صادري جوغي أما هل كتاب حنق دين أما خير كتاب حنق ديني سنو كوكا لسار لأن كتاب كليه ليه مركا قرآن كيوي وكتبه كهرهي تنس خيوي وأنزلنا وأن تجينا إليك أذن النبي محمد الكتاب كتاب القرآن كتاب كبسه بجنة بالحق أصبه حق وطه ولا ريب فيه كتاب لمدي سنة وحش فيه أولا كجر ويا يعني كتاب كاسو مصدقا رمينا يوم كتاب كاسو مصدقا رمينا يوم لما بين يديه وحي فرتي سأح عليه ومن الكتاب مارك الكتاب لأن أشه كجر تاهي وأشه جنسية إيلادان أي مارك محاضر إيلادان الجنسية أي إيلادان يعني جنس الكتب اللوجيدة من الكتاب أي من الكتب كتب في اللوجيدة مارك جنس الكتب كتب في إلهي أسود جيي وقرآن كبرتي أحي سنة كتاب في التوراة سنة كتاب في إنجيلة سنة كتاب في مارك محال إلى زبورة كل كتب تضم الرميسية وإحق الله وإحق إلهي أسود جيي أي رميسية كتاب في القرآن كأوية ومهيمنا عليه أصدقوا ولبا يعني ماركتين من إلى علينا وحافظك أخويه مرك مهيمن وحنك عقلنا مصدقا تاتا وعقلية مرك هروية لأن المهيمن وحافظ لا عظمه معاني متقاربة ونأكتنه سكدوا له بكفسرة الرقيب وكفسرة يعني ماركت ومهيمنا عليه يعني كتاب مهيمنه رقيب إلى لنيه أو طور يبني له وحكوف سرانه كله يعني ومهيمنا عليه أي حافظا عليه كتاب كاس كتبه قول ريودا أي إلى لنيه حافظ فيه أيوه يعني معاني لا سؤذل أي كوف سران ولذلك لفظه المهيمن ليلة وحوي الرقيب ليلة فاس كنت الماما وحال أرمي فلان هيمن على الشيء هبل خفك الإلالة هيمن على الشيء بالإلالة إذا كان له حافظا وراقبا هذو إلالين أو طوري أي الإلالة هيمن على الشيء شيء يبوه هيمنه بمعنى إلالي أو طوري بالإلالة مركا يعني فهو مهيمن الإلالة فهو له مهيمن مهيمن مركا سيدة صلوات الماما ومهيمنا عليه وسيدة أبو عبيد أو كلاسي لقوري ويال لقد مارت كوريا عبد الله بن عباس قال ومهيمنا عليه وحكوفة رأي مؤتمنا عليه مثل آمنين وهي كتاب القرآن كأي لي فكاس الحويري يعني عبد الله بن عباس القرآن أمين على كل كتاب قبله كتاب كستوكه الرئيي القرآن كان له آمنين وهي ساسو كالو أرمي عبد الله بن عباس تفسير كاس حكوفة رأي تكريم على لقب سعيد بن جبير على لقب مجاهد بن جبر على لقب وغيره من علماء السلف حيا ما عرفت خبان علماء السلف تنظر أنه قصوا على فلا سخورة فسرها ابن جريج وكلم رقم فسرها ابن جريج وحولينا القرآن أمين على الكتب المتقدمة على الكتب المتقدمة في قبله كتاب القرآن كوحو يعني لغو آميني أو إلى لنا ياهو دوريا كتب في كون ريسي أولا حيث معنى إذا مرت حلوج إلى أميرا على الكتب التي على الكتب المتقدمة قبله حلوج إلى وحولي مقصي بصره فما وافقه منها فهو حق وما خالفه منها فهو باطل القرآن كوحي وافقه وكتب في كون ريسي وحقه وحي خلافنا لغمات لقمية وشي باطل وياه
marka quraanka muhiimina wa alla wixii kitaabka tawraadi injiili wixii koore ku sugnaa kitaabka quraanka dhexdiis ku sugeen marka wixii khilaafsan kitaabka quraanka waa baatil weeyaan macnaha ayuu rumarka ku fasiraa walidaalika ibn kathiir macaanida markuu keeno wuxuu leeyahay fa inna isma muhiimini yatadammanu hada kulluhu arrinkaas oo idin lafdiga muhiimin liidaan macaanidaas oo dhan wuu kulminayaa فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله كتاب القرآن كومن لو آمن كتب في كهريتي ومن شاهد ومرخاتي يوي ومن حاكم كتاب في كهري من حكمنا يوي ما كمعان لا صوتا والغوة ومعان ولا سنب أرنا يوي ما كتب كتاب القرآن كحق أوته كتب في كهري يوحي كسبنا أو رمينا بل أو رقيب يو حافظ يو إلى لما ياي فاحكم حكمي نبي محمد وكرسار بينهم أي بين الناس تبكى بحد وذكو كرسار بما أنزل الله الله حكم سوى دجيه كو كرسار فالله لي سبحانه وتعالى هذه حكم سمعين يسوى حكم كارا عن نقضة في الله سبحانه وتعالى كتاب كيسوى كسمعي أو كشعي كادت كو كرسار مركا فحكم بينهم تا. يعني بين الأمم اللي يلان عرب في عجم كان أمي جاء يمد كمارتي يعني عرب يمد كتابي جاء وحضورة هالنغلي كوكا لسار بارني علماء قاروح إليهم فحكم بينهم تا. يهودي بالرجل يعني كتاب كتاكوين هذا يعني هذي اليقوص حكم تمام فحكم بينهم بما أنزل الله اللو حسود يجي كوكا لسار معناه هو شاملة هو كل من يوية معناه تنبو كل من يوية ولا تتبع الراعي أهواءهم هوذو ذن الراعي هوذا يعني أرادوا ذا أي سببتين اصطلاحات أي سميستين وكتاب إلهي كل لقن في أبتغين يهودية نصارى هوذو ذو كان الراعي بانلي عما جاءك وحي كويمد من الحق حقيا حق الراعي حق هذه كويمد يعني ما عرفتين انت كلا يا حطو هوذو ذي هذا بقلم بانوجينا عما جاءك من الحق لأن شيء حق إلهي كسر جي كتاب في القرآن فهذا هنا كتاب انت كلا يا حطو هوذو الأورعة هذا أيام نبي الله محمد القرية لي ياوي لكل جعلنا منكم شرقة ومن هذا لكل متكستو أمري كاملة جعلنا واني المي منكم إذنك حالو بن كاملها أيها الأمم أمري ياي أو بن كاملها وحان أي المي شرعة شرع عبر أي المي ولو جاءت سبيلي وضعوا مرض ومنهاجا منهاج بأي المي طريق لو جاءت وضعوا مرض سنة أيام أي المي سنة شيء مارك لو جاءت أي المي ولذلك معناها عبد الله بن عباس أي كفسره وحولي هاي شرعة أي سبيلا ومنهاجا أي سنة بغرمية معناها سنة كفسره ومعنى هذا هو نفسنا نعرف الدور إن شاء الله تعالى وحان لقب مجاهد عكرمة يا حسن البصري ثلاثة قوة فسرها يا مويا وحل إلى هذا يعني منهاجا مركز هذا سبيلا وسنة مركز لبضا معرفة كفسر يعني وحل إلى هذا الشريعة الشريعة هبطة أصلاحان وحيدهان وحلو يقان ما يتدأ به إلى شيء الشيء وحلو قبل أو ضبع شريعة لله الشرك استبلاو جيسا حقا لو قال الشريعة لله مثلا مركز هذا شرع فلان كذا وحاسوا بودك لي وبلا بيوي وبلا بيب أجيد هبطوا بلا بيوي بمعنى ابتدأ فيه شيء نحن يسبوا حد بودك لي مركز الشرعة والشريعة حق أصل كمركز اللي حق المقضى واسكو مدوية وحلوش هذا الطريقة الظاهرة التي يتوصل بها إلى الماء أصل كشريعة وحق هذا أما الشرعة وضل مركو قفكو أروريو بيها إعالكي يماشي أسعده وضل أو أمرو كوكارو أي أما الشرعة اللي رهلا أما الشريعة اللي رهلا ويا أصل عام حق المقضى ثلاثة مركزة ثم استعملت فيما شرعه الله لعباده من الدين مركزة وحال الله استعماري وحي إلهي أو دجيه أو دك أجيلي أو دينة أي طريق يوكر لك دقيوية مركزة الشريعة معناها أي ماركتي يعني علماء كشيئة أما المنهاج منهاج وحي الأدان الطريق الواضح السهل يعني وضغط وضغط مريد أي آدم وخطر مريد يدنو أي سهلان تاي أيام إلى هذا سيد أبو العباس المبرد
المبرز وكوفة سيريو وحول هذا الشريعة ابتداء الطريق وضرب بلاوغي ذا شريعة لها والمنهاج الطريق المستمر وضل السنة جوكتدا تبقى الله أمره جوكتدا دائمك أي يعني منهاج كان لقومة عاضة فاسو أورانا ياوية ابن كثير مركو معاني لا سوى شيئا وحولي فتصير قوله شرعة ومنهاجا بالسبيل والسنة أظهر في المناسبة بأورانا يعني حولي يعني شرعة ومنهاجا السبيل والسنة إن الغفة سراء هي حتى مناسبة أبو مقتبه ورمي معنى أنا كفسر نوية مركا محلوج إذا شرعة ومنهاجة وحي مركا علماء ليهين قروا رضا إلهي وحقو سمي شريعة هي أحكام خلاصا ذاتك كلا أحكام تودي خلاصا ومريه كلا أحكام تودي خلاصا أي أسمي وقروا البابا شرع بو أسمي شرع عليه ذكر خلاصية أما حق التوحيد وأسكم الذكي ولذلك ابن كثير مركو فسره وحوليه ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان آية مركي لقاها الضيو وحويه وحي كور رميسا أمته ديمه رؤيك لتكتك سنائيه باعتبار ما بعث الله به رسوله الكرام وحو الله رسوله سيوا ولا سنة كسو صار مركي لإيغيو من الشرائع المختلفة في الأحكام يعني شرعينك حق أحكامته خلاف سنة المتفقة في التوحيد لرسول التوحيد اسمه خلاف جن قلوا ربنا شرع مناسب وهو يكون رغم كران أي رب أسمين جن زرق ذلك أي جوغان وهو عمتمه أي أجدين جن وكوه كتن بأي خلاف سنة وضع ذلك إلى وقات ذلك خلاف سنة لكن حتى التوحيد المتفقة في التوحيد بني. كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إمام البخاري في صحيح أقوارنا يا أبو هريرة أقوارنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي إنه يري نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد يعني هدانا هي أنك ذاتك أنبياء إلهي أصادري وحانا هي تدس قوة آباء رانا أوكال أيانا في كين وامد فكو حلو جيدا وتوحيد كوي توحيد كهرم ليك أهايين لكن شريعة يحكامته قلوا البروحباء أقل مارتي مناسبوا أبو رب أجليه مركاس ابن كثير وحويري يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون يعني وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت توحيد كاسلي متك أحايل يعني ما رأيتي دين توضو مدوها توحيد كودة وحانا وي ما رأيت رسول كسا توحيد كالله صادري كتاب كسنا للسود جي لبضع آيضا منا في سورة الأنبياء كجرته منا في سورة النحل كجرته أي شيء سود لي شذوية الله رسول أو صادري مجري إلا توحيد كل إيمان شركي لنا وكتك جروات وإسكر ليه جروية مركاسو يعني مارك ابن كثير أصبه سيوة وتاوته يريد وأما الشرائع يعني لكل جعلنا لكم شرعة ومنهاج التكامل وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي شريعة قفر الباب أودجي أحكامته حتى أمرك إنهي هو كرة الثنائي قد يكون الشيء في شريعة حراما شريعة فوراده كذلك شيء حرام وهابا الأركاء ثم يحل في الشريعة الأخرى شريعة الدنبال إنجيل إنه حراليه لبدو إنه حرام كواها يعني القرآن إنه حراليه تاسو كلفة دعك ارتبوا لي وبالعكس إن كوي هرئيه حلاليه مارتي أيضا يعني كوه كرد الكود لسلو كرد الله إياه وصورة قلبه غرنا يوم مركا شرائع شرعة ومنهاجا وحلوش إذا هو شرائع مختلفة ومدول بمناسب كهوة أو رب السين جري سبحانه وتعالى ولذلك قتادة ابن دعامة السدوسي مركو فسرها يعني المارك الثالث إلاتي مفسد كأمكو لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا سريكو فسرها سبيلا وسنة وأرمي تصيرك ابن عباس ومري سبيلا وسنة مركو سرها إلى هذا المحورية والسنن مختلفة سنوين كانت ربي جديه واستلافين هي في التوراة شريعة وفي الإنجيل شريعة وفي الفرقان شريعة يحل الله فيها ما يشاء
ويحرم ما يشاء ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. والدين الذي لا يقبل الله غيره التوحيد والإخلاص لله الذي جاء به الرسل. سنة جرير الطبري وكورنا ايه فتادة ابن جعام ومارك سنة تيسو وكورنا ايه حوليا سنوينك واسكلافيني يعني التوراة وحوليا وحتى لذو قصر الشريعة وضبط اهل كيدي وقصر انتا انجيل شريعة لذبط اسكلها بالقصر انتا فرقان او قرآن كذبط اسكلها بالشريعة لذو قصر انتا الله وحو حلالي وحو دونه وحو ربنا وحو حرما وكتابك دونه وحو حلالي كتابك دونه وحو حرما محصلة أوليا إنه رب أولاد قفك أطيعيه صفك عاصري إنه كأولاد لكن دينك ألا أبتيس أن أقبلي من السجن المويه والتوحيد والإخلاص له والإخلاص لله الله يعني عقيدة التوحيد الله صافيه الرسول صلى الله عليه وسلم قرن يوي لكن معناها الحيالوجيا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولذلك الإمام الشوكاني يتقن مرق كور رمي معنى الآية وحوليها أنه جعل التوراة لأهلها توراة أهل كيدوسي والإنجيل لأهله إنجيل أهل كيدا أسكر والقرآن لأهله قرآن كان أهل كيدا أسكر دور مرة كتاب دور مرعي وهذا قبل نسخ شرائع السابقة بالقرآن وهذه كان القرآن في إيمانه توراة ذات كيدا أسكرها إنجيل ذات كيدا أسكرها لكن مرق القرآن كيم وأما بعده فلا شرعة ولا منهاج إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم شرعة منهاج كل الدنيا طريق للمرأة وحشر على لقيت جنيه وكتاب إله نويل محمد وكسر الجيء ودينه هو تم سخي ولبدلين مرق طف عبد الجوع أرمي ثورات برنيم الرومان يا القرآن كمر رومان أما إنجيل برومان يا القرآن كمر رومان يا مؤمن من القرآن قف مؤمن إله الرومان نقول ما يوي لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله الله سبحانه وتعالى هدو دون لها يعني هديو دون لها إن أو هل شرع إذن سيو هل أمة من كذلك لجعلكم وحوظ من كيان لها أمة أمة واحدة كليل أيو من كذلك هل أمة ملولي وشرعية المدية هاي أيو رب سبحانه وتعالى إذن كيان لها ويا شريعة واحدة كتاب واحدة رسول واحد ورب إليس وقال لها ومن كين قوة قوة تنبعيس الخلاف الكريم أيها رب إذن كيين لها ولكنه الله سبحانه وتعالى لم يشأ ذلك أرجت رب ما دوني سبحانه وتعالى الله مؤون دوني محوصة أدوني إله ليبلوكم إنه إذن امتحان ترسي أيوسى أدوني فيما أعطاكم أي فيما أنزلكم فيما أنزل عليكم وحبشي نكسوا دجيئنا ونكو امتحانه رب جيشي نكسوا دجيئ والقرآن في إله أسوا دجيئ فطف الذين سوا دجيئ إنه إذن امتحان درسات أيونا رب سلاء يال مركا يعني وحي ليبلوكم تان يعني لم تسوحكو تعبقيتا وحال لنا على محذوف دل عليه سياق الكلام هذا فسوء سعبه من أهل وحبه أنا ما يشكو جيرو أيو مارك كحر مياه وحو إلهي أياليا ليختبر عباده فيما شرع لهم يعني إنه إذن امتحانه وحبين جدي إذن كنت امتحان مر مينيسان مقدق ميسان مديد دونتان إنه رب إذن امتحانه فيما آتاكم أي فيما أنزل عليكم من الشرائع المختلفة شرعين في السلاف سماء إنه كدق ميسان إنه كدق ميني إنه كل أباده رب دوني ولذلك يعني أيضا وحال إلى هذا وحويا وحال دليل أطهي اختلاف الشرائع وحو رب أسميي هنا يتاي علتها وعلة الابتلاء شرع عبد وحلوك لتتبدلي واختبارك امتحانك دسك الامتحان يوي فاستبقوا الخيرات فاستبقوا أكر هرمرة وأترتمة الخيرات خيرات ونبيانك أكر ترتمة الاستباق وحال إلى المصارعة خيراتنا وحوية طاعة إلهي هي شرع يسؤال الراعم وآه كتاب القرآن كإلهي وكيالي ناسخ وكذب وكتب في كهر رسوة بدورية وبدليوية إلى الله إلهي بو أهالي مرجعكم أي رجوعكم نفتكين إيمان إبلا وشدين أياد مالك قيامة رب أم قريسة سبحانه وتعالى مرك إلى الله مرجعكم وعنا وحل إلى ما فيه الوعد والوعيد إلى الله مرجعكم
الله رجوعي لي هذا مركز الأوليه ووعده كجرايه فقه مؤمن كأحاية الله شريعه سكون لقمي رسيشه زرع ونادب أجر وعده الله كجرمينه ونادب ربك سين كي عاشينا إلى الله ملجعكم ملك الإلهة عشيانك هذا الرب وكنار يايو وكاء أرقدنا ياويا تاسو كجر كبيري فرقا فينبئكم الله إذين والرمي لما شابوا إذين والرمي كنتم أبحيدين تختلفونك وإسخلافه فيه شيء تحديث اسم خلافه وحي اسم خلافتين وشرائعها هي معرفتي قفك حق كله عليه قفك قصب ناري ربي با أقلب دينا الله بارك دين والرمي دونه وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك وأن يحكم حكم كلا حكم بينهم تحذو ذنب محمد بما أنزل الله الله وحي اسود جيك كلا ساعدك كلا حكم ولا تتبع الراعي أهواءهم هوين كودها الراعي هوذو لوحي أيوه مارك نفتو ذا يجعشعي هذا الدين واحذرهم كإلالي وكدكتونو نبينا الله عليه الصلاة والسلام واحذرهم كدكتونو نبي محمد أن يفتنوك من أن يفتنوك إليك فتنيان عن بعض ما شيء قارك إليك فتنيان أنزل الله أن لا أوزجي إليك أذيك أكوس ودجي قرآن كيئة هي حق إنا ترى عضاء وضف حق عادي عدالك كرسارت إنا كافت نيان سك إلى لقيت من دوية فإن تولوا هذه جيسة والرعيكان كذا هي شيء قاد حكمته إنا الرعان حق إنا قاتان في كجيسة فاعلم أغو نو محمد أن ما يريد الله الله إنه دون يؤن جيسة شد أي جيسة إنه رب الله دون يؤن أن يصيبهم إنه أصيبه أو كو أصيبه ببعض ذنوبه ذنوب تود قارقي إنه رب أقطه هو الله دون يوي وإن كثيرا إنبرا ومن الناس ذاك كمله لفاسقون فعلى الله وكبحوا خارجين أهويا الرب يقول أطيعين ويا أيضا يعني ومدعي علماء مركز عمر إني أعدي سمعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المصطفين أنكسوا شيئا علماء إليهين سلع عبدالله بن عباسي سلف مع المفسرين في سلك كميري أيضا لقلنا سخي وأرحكم بينهم بما أنزل الله أيضا في وانا سخدعي وكو حبلك هرو تخييرك نبي أبي أي مادا إنو كرساره إي إنو سنكر سارين وسنكر حكومين لخيار جلين أيهم ثم بالغونا سخير الأورمي مركا إني سن هذا الكاسي يعني سيد الراجحة وصحيحة وحوي ليست بنائقة فرأي أغسو هذا الليل سيد أومار تشناسر السعدي أولي والصحيح أنها ليست بنائقة سيد صحيحة أيضا الناسخة معها محير وأن تلك الآية تدل على أنه صلى الله عليه وسلم مخير بين الحكم بين الحكم بينهم وبين عدمه وحي أعيدها ستصين إيسا نبي الله محمد إلا خيار جليل إنه كرساري إنه سنكرساري محيالي وتاشيقني محي وحوي ولادك لعدم قصدهم للتحاكم للحق مقصد كود مركي ننجو إيمانيين إلا كر حكمه حق أي راعان مقصد كود ما إينا نحي مركا ما دام رئيسا دونين إني ذاتك ماركتي حكم كالنبي لعبوه حقك حكمه أيسا إني سراعي أيسا أي ديار ويهين أيسا راعي نبي هو مخير مركا أيضا لناسخ معها أيضا لمنسوخ معها وثابت وهي سنية لا تسجبتا صوت مركا أيضا لكسوة دلتي وحيليه سيدا ابن جرير الطبري أو وريناي ابن أبي حاتم سيدا وكليته هيك وريناي عن ابن عباس رضي الله عنهما وحولي عبد الله ابن عباس يهود أحبارك وذكر العلماء لها هيا وحي إلى رسالة كعب بن أسد أو كلي عبد الله بن صورية من اللي إلهي لعرشاس بن قيس أو رؤساء اليهود كمدة هيا وكاد كود قارك كلا وحي كي إلهي مكان بإلهي أنه محمد التقني لعلنا نفكره عن دينه حالغي يا بأن دينك سبك فتنين قال يا مكان عن التقني النبي محمد مركاتي نبي قوي ما دين مركاتي وحي كي إلهي يا محمد إنك قد عرفت أن أحبار اليهود
وأشرافهم وساداتهم محمد وذكر هاي الإلهي علماء اليهود إن أعلمنا ذكر لمرحلة أها أعلمنا وإن اتبعناك لم يخالفنا اليهود هذا نديق أعلمنا قرعنا وآن قرمينا يهود دول قرمين إثايو نخلاف ما يامده فكبراد إليه وحيدا وإن بيننا وبين قومنا خصوما أنا أذكر أن الضوء ما نجد حيث أعلم بالسكوية سنة فتحاكم يعني فنحاكمهم إليك هذه الكوكين إناهنا تكرا ساتبا مقوب إمارهنا مركز وحويري فتقضي لنا عليهم بيدهم مركز كو إمام علي أمري يقوم كنسلس عمر وحنكادونينا إنا أنجا نوع كنت أيها الدشودة وحي أولنا إنا نوع كنت مركز نوع كنتنا ونؤمن بك ونصدقك ونقر مينينا مركز أنا بك الراعينا بإلهي نبينا عليه الصلاة والسلام وكديدي وحاس عدالة نماهي حرى إلى إيمان إنه محال رسول الله رب حفظنا يبقى مركز الله سبحانه وتعالى آيات الرسول الجيء إلى لذجار الوضع آياته يعني القوم يقنون ذات لذجاره هيا سود اكتبه أورنا يومين مركز الله سبحانه وتعالى نبي الله محمد هو أمره وأن يحكم بينهم بما أنزل الله وهذا المستأنفة أولا لي إلهي كتاب كيس وربك بسود الجيء فكوك الحكم كتاب إلهي كوك الحكم يعني وش كتاب كسوها وحكوك الحكم هو إيه مثل حكوك الحكم ولا تتبع الراعي أهواءهم ضبكات أبيض كويني أولو ذا الراعي بالليل حالنا كل ميان غير ربا هنا كل ميان بيدوني ولذلك حسن البصر وحبي جري أخذ الله على الحكام ثلاثة أشياء ثلاثة حكام ساهم مدحنا وحكمين أيهم أما قبادة صدح شيء أيو ربك بلن أبقى عظيمي صدح لشيء وحوية الله يستمع الهوى إلا أيضا هذا مر لبعض السعيد ولا تتبع الهوى ولا تتبع أهواهم أيضا كل الرئيسان ولا تتبع أهواهم عما جاءك من الحق من صبر هنا يسان هو ذا الراعين وكل كباد لقد قاضيهم كلبات ألا يخشوا الناس ويخشونهم فحضر الله بك هذه تبقى إني نفق عاصمك أو نكبك إني الله كليه وكعب صدر وكان صمر فلا تخشوا الناس واخشوني أيضا تلقوا صمر ماذا تتحاد حوالي الله يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا إنه سنلاروش إيو معرفة إيه إيو وحلا من الأدون إنه سنحولك قال إن الحكم كولا هي عدل إيه كثميات وفي أنصام أنه ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا أيضا تاسو معرفة حسن البصر كنت المامي مكا ولا تتبع أحواءهم وحلوسوا العليين يعني وحيليين وحوالي النحيقة لقربي بيو يعني معرفة إن يحوذوا بالراعان يعني وشدة التحذير خصوصنا يسابني التولدة أو نجل السئلانية درنا شجع رأيه خصوصنا يساوي ولا تطرع أهواه واحذرهم كذب تونو أن يقتلوك إن يكون فتنيا عن بعض ما شيء قاركي أنزل الله أن له الدجي إليك عليك وخصوصه الدجي إن يكون فتنيا السئلانية يعني وكاسوية مركز كلية أنا ينوع حكم حوذوا لإنا تراعظوا وحقي أقل لا حصو شيء واجب كبوء هاي عدليها إن كان لحياة بيدون يوم لأن بعض ما أنزل الله وعدالة الله يقصد الجيل إنه دفع عدلك كل صاروه فإن تولوا حديث أي حق كجيسة فيكون راعي وآيان حكم كان أي جيلا فاعلم أبونا محمد أنما يريد الله الله إنه دون يقوم ببعض ذنوب أن يصيبهم إنه كأصيبه أو كقبطه هو عقابه ببعض ذنوبهم ذنوب تودقات كوتين هو عقابه مركا ببعض ذنوبهم معنى هذا هو حوائل ذنوب بدن أي إليهين أو عدد كذا أو تربدن يهي كم بابا كم الأعباء التولي عن حكم الله وإرادة خلافه التولي عن حكم الله وإرادة خلافه كتاب الله ولا قال لي حدث أو مدك لخلاف إنسان للرادي وقال الضوء بعض الذنوب كم تهوية كان أنا وأنا ويه أقول لي واحد منها ذنوب تولي مدك من تهوية قاس وتولي قابوا ربك قبنايا يعني ببعض ذنوبهم وكجيس الشغل حكم في الملكة كجيسين أيا ربي قبنايا بلو جيداوي وإن كثيرا إن بدنا من الناس ذكر كميري لفاسقون قوة طاعة الإلهي كب حيويا يعني خارجين عن طاعة الله الله طاعتي سبب مارك إن كبغن مروا ما يسمى حقيقة واسلاسة ذكر فلنك مركا في رسول
أكثريته واحد إذا ولي على مرة أكثريته حد عشر تفاصيل إنه مغنى حتى مسلم يقال يا بره مرك مسلم أدوك أنت لجوز ليه قال كذا أنت مسلمين تأهل صنعة أو صنعة كنت أصلي أنت صنعة هي سنين يا بره أنت صنعة كنت أخمين نابا يعني موجودة مرك أكثر الناس اللي هذا بل مرة موجودة ذاتك يعني ما أعرفي ذاتك شيء ما يشبه بني الرع غميرة حق الرع حق هي الرع إلا الرع حق إلا الرع وإلا أكثر الناس الله قرآن في إنبضان الموقف الشيء وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين الله أرني وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ذاتك أنت وقبلا هذا الرع كيف إلهي كعب منك ذاتك بلن كون مؤمنين مباها أبو كل ذات من مؤمنين مقبان مرك أكثر يلا يحلي إذا هذا لمرة حق عيال الرعاة ذكر حق أنا مارتي يعني لقم النقضاوي هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم.